إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تطعيمات التطعيم، جدول التطعيم أول 18 شهر. طبعا يأخذ الطفل أول 18 شهر جرعة التطعيم من شلل الأطفال، هذه أول جرعة، والجرعة الثانية التطعيم الثلاثي وهي الجرعة المنشطة الأولى، وأيضا يأخذ الطفل جرعة ضد التهاب الكبد الوبائي من فئة باء، وأيضا يأخذ الطفل جرعة الهيموفليز الفلوانزا من فئة باء. طبعا هذه الجرعة جرعة منشطة في أول 18 شهر. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم في بعض التطعيمات المهمة راح نتكلم عنها على حسب الشهور.